السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتنا العربين في حلقة جديدة وشرح جديد وأشياء أخرى تتعلق بالعملات الرقمية. فكما هو موضح في العنوان، اليوم سأتحدث عن الترند الذي انفجر في هذه الآونة الأخيرة الذي يخص تعدين العملات الرقمية، وبالخصوص تعدين العملات الرقمية من نوع إيت هاش، أو التي تستخدم خوارزمية الإيثيريوم أو إيتي هاش. على كل حال، سأتحدث عن كيفية التعدين وليس آلية التعدين، بما أن آلية التعدين تتحدث عن نوع الخوارزميات التي يتم استخدامها. على سبيل المثال وباختصار تام، أنه البيتكوين يقوم باستخدام خوارزميات مختلفة كليا عن هذه الخوارزميات التي يتم استعمالها في تعدين الإيثيريوم. فندخل في صلب الموضوع. إذا كنت أو لديك كرت شاشة وأنت تريد أن تكسب منها أرباح وتريد أن تقوم بتعديل العملات الرقمية أو الإيثيريوم بالخصوص ولا تعرف كيف، فهذا الموضوع يخصك أنت بالذات. فكل ما عليك القيام به أو ما يجب أن تقوم به هو تحميل أو الدخول إلى السيرفر الخاص بالبول الذي يتم تعدين فيه البلوكات الخاصة بالإيثيريوم. على سبيل المثال فقط، نقوم باختيار مثلا هذا الموقع البول. فيوجد بطبيعة الحال مواقع أخرى يمكنك المشاركة فيها، أو تستطيع يعني أن تبحث عن أسرع واحد بالنسبة لك، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك مشاكل في الإنترنت أو في الاتصال بهذا السيرفر، مما يعطيك مشاكل كثيرة في التعدين. لهذا يفضل أن تستعمل أفضل واحد بالنسبة لك وأقرب منطقة بالنسبة إليك لكي لا تجد مشاكل من ناحية الاتصال بالسيرفر. بعد ذلك تأتي الأجهزة وأيضا البرنامج الذي يخص تعدين الإيثيريوم. فأولا، كما ذكرت في هذا الموقع، عندما تدخل إلى هذا الموقع تضغط على ستار ماينين، مباشرة يعطيك هذه المعلومات. هذه المعلومات سنحتاجها لتعدين الإيثيريوم. ف أيضا لا تنسى أن تقوم بتجهيز محفظة الإيثيريوم الخاصة بك، سواء قمت بتثبيت محفظة يعني على حاسوبك، وهذا أمر نوعا ما لن تقوم به لهذا، أو يصعب القيام به لأنه يحتاج إلى تحديث ويعني العديد من الأمور. فمن الأفضل تتجنب هذا، تقوم باستخدام محفظة أونلاين مثل ماي إيثر واليت أو ميتا ماسك التي أملكها أنا حاليا. فكل ما عليك القيام به هو أن تقوم بتجهيز محفظتك الخاصة بالإيثيريوم، وأيضا أن تقوم باتباع هذا الشرح إلى آخره. فأولا، كما ذكرت، لتعدين الإيثيريوم بالخصوص يجب أن تملك كارت شاشة قوية. يعني عندما تذكر كارت شاشة قوية، هذا فقط كمثال للتعديل، لأنه يفضل أن إذا كنت يعني مقبل على التعدين بشكل كبير يعني قوي أو يعني كمشروع، فبطبيعة الحال ستحتاج إلى 4 أو 5 أو 6 أو 10 أو 20 كارت شاشة بطبيعة الحال. ففقط هذا شرح من أجل أن يسهل عليك كيفية تعدين هذه العملة. هناك نوعين من الكروت الشاشة التي يمكنك التعدين بها، والتي يتم استخدامهما غالبا يعني في الألعاب الخاصة بالحاسوب، وأيضا يتم استخدامها في برامج المونتاج وأيضا الديزاين والجرافيك وما إلى ذلك. فهذه الكروت الشاشة هي كروت AMD ونيفيديا. بطبيعة الحال لن نتحدث عن كروت الشاشة الخاصة بإنتل، لأنها ليس لها فائدة في هذا الأمر. فعندما تملك أحد هذه الكروت، فكل ما عليك القيام به هو أن تنزل للأسفل، تختار الكرت الشاشة الموجودة على حاسوبك. بطبيعة الحال، عندما تختار نوع الكرت الشاشة الخاصة بك، فتلقائيا هذا الموقع يعطيك في التصنيف الأول أفضل برنامج يمكن استخدامه لهذا التعدين. فعلى سبيل المثال، أنا أملك كرت شاشة خاص بنيفيديا، فكل ما علي القيام به هو اختيار نيفيديا من هنا. بعد ذلك أقوم بتحميل برنامج تيركس الذي يخص هذا البرنامج. بطبيعة الحال، هذه البرامج نفسها يمكنك استخدامها في هذه الكروت الخاصة بـ AMD، لكن لن تكون بكفاءة هذه البرامج المخصصة لهذه الكرت الشاشة. فعلى بركة الله، بعد أن نقوم بتحميل البرنامج، بعد أن قمنا بتحميل البرنامج بطبيعة الحال وقمنا بفك الضغط عنه، وهو برنامج تيركس الذي يخص يعني كارت شاشة نيفيديا.
فكلما عليك القيام بهو الدخول إلى البرنامج. بطبيعة الحال تدخل إلى البرنامج من هنا، سيكون على هذه الشكلة. فهذا البرنامج من تلقاء نفسه وضع لكم السيرفرات الموجودة تقريبا، يعني كلها تقريبا. فمثلا قمنا باختيار السيرفر أو البول الخاص بإثرماين كما تلاحظون هنا، فهو هذا هو البرنامج كما تلاحظون. نقوم بالتعديل عليه من خلال برنامج نوت باد بلس بلس أو نوت باد العادية الخاص بويندوز 10، فتضغطون على إيديت. بعد ذلك ستجدون هذه الأمور هنا كما تلاحظون. ستجدون بدفع الحال بعد اليوزر أو هنا ستجدون عنوان محفظة خاص ب هنا، أي يعني ستجدون عنوان محفظة خاص بأصحاب البرنامج. تقومون بتغييرها بطبيعة الحال إلى عنوان المحفظة الخاص بكم كما ذكرنا. وهنا لاسم الورك، هنا إذا كنتم تريدون تغييره تكتبون أي شيء تريدونه. هنا الباسورد تكتبون أيضا أي أرقام تريدون كتابتها هنا، سواء كان حروف أو أرقام على كل حال، أو تتركها 1 2 3 أو إكس فلا يهم. نأتي إلى أهم مشكل في هذا البرنامج وهي الخاص بالسيرفر. فيجب أن تقوم بتغيير السيرفرات إلى أن تجد السيرفر المناسب لك. كما تلاحظون هذه السيرفرات التي ذكرتها، هنا تختار السيرفر الذي هو مناسب لمنطقتك، تختاره من هنا. وبطبيعة الحال تقوم باختيار تجرب أولا هذا البور، لا تقوم بتجربة هذا البور، جرب هذا البور أولا. بعد ذلك إذا لم ينجح معك فنفس المشكل الذي حدث معي، قمت بتغييره إلى هذا البور فبدأ التعدين بشكل صحيح كما ستلاحظون الآن. بعد أن قمنا بطبيعة الحال بإضافة هذا السيرفر هنا، نقوم بحفظ هذا الملف، يعني نقوم بحفظ يعني بعد التعديلات نقوم بالحفظ بشكل عادي. يعني بعد أن نقوم بالحفظ نضغط عليه، نأتي إلى البرنامج ثم نضغط عليه كما تلاحظون، نضغط هكذا فننتظر قليلا ليبدأ التعديل. عندما يبدأ التعدين ستلاحظون الأمر هنا، يكون البرنامج قد بدأ التعدين بطبيعة الحال، لأنه يعطيك معلومات أنه الإنترنت عمل بشكل جيد وكل شيء بشكل جيد عندما يتم كتابة هذه الأمور. إذا لم يكن يعني البرنامج يكتب لك هذه الأشياء، فلا بد من مشكل في المعلومات التي قمت بإضافتها، غالبا يا إما الإنترنت يا إما أنه لا تملك أصلا كارت جرافيك خاصة بتعدين هذه العملات التي ستساعدك بالتعدين بشكل كبير. للتدقيق أيضا تستطيع الدخول إلى هذا الرابط الموجود هنا كما تلاحظون، سندخل إليه. كما تلاحظون بعد أن كتبت تلك الأرقام أو الرابط الذي تم وضعه هناك، فقد بدأ هذا يعني من خلال هذه الصفحة تستطيع مراقبة التعدين الخاص بك بشكل أفضل من البرنامج نفسه. نعم البرنامج يعطيك معلومات كاملة، لكن واجهة هذا البرنامج الخاصة بتيركس جيدة لكي تعطيك يعني مجمل الأشياء التي يجب أن تراقبها. فأول شيء التي يجب عليك أن تراقبها هي الشير، يعني هذا هو التعدين. يعني إذا لم يكن لديك هنا أرقام، لم تبدأ بوضع مثلا كما تلاحظون هنا، فقط بدأ التعدين بشكل صحيح ولا يوجد مشكل، يعني يجب أن تقوم بمراقبة التعدين الخاص بك. عندما يبدأ برفع الأرقام هنا من 1 إلى 1 إلى أن يصل إلى أن ينتهي البلوك، عندما ينتهي التعدين من أول بلوك ستحصل على مكافأتك من هذا البلوك نفسه. يعني يجب أن تقوم بانتظار إلى أن ينتهي التعدين من البلوك الذي بدأت فيه أنت التعدين، بعد ذلك ستحصل على مكافأتك التي حسب قوة جهازك وقوة التعدين الذي قمت بالتعدين به في ذلك الوقت. على كل حال هذا هو الشرح الذي يخص تعدين عملات الإيثيريوم من الألف إلى الياء. فإذا كان هناك أي استفسار أو أي مشكل يخص تعدين العملة الخاص بك، ف
فلا تتردد في وضع تعليقات في هذا الفيديو، بإذن الله سأتطرق إلى شرح تعدين العملة وشرح المشكل الذي واجهته. فلا تنسوا بوضع يعني فيديو أو تعليق يخص المشكل الذي واجهكم من أجل أن أدقق في الأمر، لأنه في بعض الأحيان أود أن أذكر شيء فأنسى أشياء أخرى، لذا لا تؤخذني بهذا الشيء. فقط للعلم كما تلاحظون، فهنا يذكر لك البرنامج نوع الكارت الشاشة التي تملكها، وإذا قوة التعدين الخاصة بك. مثلا إذا كنت تملك مثلا 5 أو 6 أو 10، يعني ستكون كلها في هذا المكان، والقوة الإجمالية بطبيعة الحال ستكون في هذا المكان، وأيضا الاستهلاك للطاقة سيكون في هذا المكان. فإلى هنا أحبائي أنهي هذه الحلقة، في أمان الله.